أكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي نية بلاده في الاعتماد على شركات وطنية في أي مشاريع مستقبلية لتطوير حقول النفط العراقية، وقال المالكي إن العراق لن يوقع أي اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، لكنه سيعمل على تطوير شركاته الوطنية. كانت بغداد قد أبرمت صفقات مع شركات نفط دولية يتوقع أن تزيد طاقتها الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا خلال 7 أعوام.